السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مين غريبه البهله وكذلك ميني فقاس حلو اللي ولاو حاليا بزاف كيتقدموا في المناسبات في الزليفات او في الطويسات مع المكسرات وباقي الحلويات التقليديه المغربيه. هنا في الكسعه غادي نوضع 4 ديال البيضات اللي يكون الحجم تاعهم صغير، خديت منهم 0 بيض واحد، يعني بقى عندي 3 ديال البيضات وبيض بيض. عندي ملعقه نتاع الفاني، كاس نتاع السكر الخشن، وعندي نص كاس من الزيت، وعندي رشه نتاع الملح. غادي نخلطو بالفوي. بالنسبه لي انا نسيت ربع كاس من ماء زهر، ربع الكاس نسيتو، فمن بعد رشيتو على العجينه. هنا عندي حبة حلاوة، زنجلان اللي محمرين، وعندي اللوز، عندي خميرة الحلويات 12 غرام، وعندنا الدقيق اللي غادي نبقاو كنضيفو بشوية بشوية. بالنسبة للفقاس باش كينجح معنا اخواتي، كاين بزاف ديال المراحل. المرحلة الاولى هي الدقيق، يعني ما كيخصناش نخليو الدقيق بزاف، وما كيخصناش كذلك اننا ملي نحربلو البوده نتاعنا يكون نازل عندنا من الجوانب. هنا راه شوية يعني مرخوفة، يعني كتبان لكم هكا شوية بحال كتلصق، انا ما حطيت لا زيت لا والو، تعمدتها باش ينبين لكم ان العجين تاعنا كيخصها تكون بهذا الشكل. هذا هنا كيف ما كتحطوا البوده كيبقى ما كيدلاش ليه الجوانب تاعو، يعني ما كينزلش، العجينه ناجحه. صفارة البيض اللي غادي نخلطوه مع شويه ديال ماء زهر. عفوا البنات، انا ملي نضفت ماء زهر ما تصورليش هذاك المقطع، كان كيحسب لي كيتصور فما تصورليش. هنا حطوه من الاول، انا غير نسيتو. هنا عندي شويه نتاع ماء زهر مع صفارة البيض ومع الكاكاو. المرحله الثانيه باش كينجح وما كيتشققش وما كيتفرقعش لينا في الفران هو الكاكاو، اللي كيعمل على انه كيقبط لينا يعني هذيك السطح نتاع لي بوده ديالنا اولا العجين تاعنا. غادي نحطو اولا ندهنو هذا البيض مع الكاكاو، وغادي نديرو الفورشيت يعني بالطريقه المعتاده. غادي نديرو البوده الثاني، هنا البنات نحاولوا ما امكن اننا ما ننساوش يعني الجوانب نتاع هاد البوده، فغادي نديرو يعني البوده الثاني ونكملو بالفورشيت نتاعنا. بالنسبه للفرن، الفرن كيكون بارد. هاد الفقاس هذا البنات ما كيبغيش يعني ساعة في التطياب او لا 45 دقيقة، فقط 31 دقيقة او اقل من 30 دقيقة. الفرن بارد، غادي ندخلوه ومن بعد ان شاء الله غادي نشوف ان هذاك السطح او لا العجين تاعنا ما بقاتش رخوة، او لهاد لي بوده ما بقاوش يعني هكا مرخيين، كيكونوا شادين قابطين في راسهم، صافي تما كنعرف ان الفقاس تاعي راه طاب. يعني بين 25 حتى 30 دقيقة ما كيديش معنا الوقت بزاف. هنا غادي تشوفوا معايا منين اول ما خرج من الفران كناخد واحد المنيدلات اللي كنعمرهم بالماء مزيان، كنعصرهم وغادي نحطهم فوق هاد لي بوده ديالنا، وعاود غممت عليه بهذيك البلاستيكه. التطيب هو هذا. بالنسبه للنار اولا العافيه عندي من التحت، انا معليه الشبكه لاخر رف، يعني هم باش في هذاك الجزء اللي كيبقى ليا فيه الطاوة ديالي غادي تدخل صافي، يعني كيكون ضروري انه يعني عالي. هنا راه تقريبا ما كاينش حتى ربع ساعه خليته واحد شويه وغاديه نبدا كنقطع فيه. هاد الكيتور هنا عندي رقيق، ما عرفش كيفاش خديته رقيق، خدو داك الغليظ اولا سكين ديال حاده، موس ديال حاده. هنا كيف ما كتشوفوا كناخذوا هذاك الكيتور كنحطوه في الوسط وكنبداو كنقطعوا، كيجينا هكا ساهل والنتيجة واضحة قدامكم البنات. هنا راه ما كاينش الكسور كيف ما لاحظتوا معايا. بالنسبة لي بوده بغيتو انكم توزنوهم بالميزان، كتوزنوهم
ما بغيتوش كتديروا عينكم ميزانكم باش كيجيكم كلشي مقاد. هنا كما شفتوا معايا هذا هو القسم تاعنا، كيجينا تقريبا حجم واحد. غادي نزيد مازال نقطع معاكم، هنا ما بغيتش انني نسرع. كيف ما كتشوفوا راه الكيتور كناخده من الوسط نتاعو كنحطو وكنبدا كننزل هكا، طريقه سهله ومبسطه، وكيقطع مزيان هاد الكيتور صراحه، احسن من الموس العادي، او تاخدو كما ذكرت لكم نوع الموس اللي عطيت يعني الاسم نتاعو. هذه حتى هي من المراحل اللي مهمه في الفقاس. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الفقاس نتاعنا، كيجي مقوم وما شاء الله يعني كيجي رائع، والتقطع نتاعو ممتاز. بالنسبه ل هاد المقطع هذا اللي غادي نشوفوه معايا، غادي نوريكم البنات كيفاش ان الكاكاو هو اللي كيحافظ لينا على الفقاس نتاعنا انه ما كيتشققش نهائيا. ها هو يا عن قرب كنقربوا، ها هو يعني كله ما كيتفرقعش نهائيا كيف ما لاحظتوا معايا. التطيب كيلعب دور مهم، فان شاء الله هنا غادي نكونوا استفناه في الطاوه. بالنسبه للتطيب نتاعو كذلك غادي نحطوه في الرف الفوقاني، النار من التحت تقريبا 25 دقيقه. كيبان لي انا تحمر يعني من الجوانب ديالو، قلبته بان لي تحمر، عاود قلبته على الجهه الاخرى، صافي كملت ليه القليب وخليته كيتحمر. هنا غادي نمروا الغريبه البهله، عندي كاس نتاع سكر، كاس الا اصبع ناقص اصبع من الزيت. هنا لو سكونكاسي كان ديجا عندي، جوج المعالق صغار نتاع البخاليني اذا ما توفرش بلاش، زنجلان، وهنا اللوز واحد شويه محمر بالقشره نتاعو في الفرن ومهرمش. هنا ملعقه نتاع الكاكاو الا بغيتو ما تديروهاش ما ديروش، غير على ود اللون، وملعقه صغيره من القرفه. اذا ما كانش عندكم الكاكاو ديروا القهوه. 125 غرام نتاع الزبده تكون سبيسيال نوع حيواني جيد. غادي نوضعو سكر وغادي نخلطو هاد المكونات نتاعنا. بالنسبه لهاد الميني غريبه البهله ان شاء الله غادي نقول لكم الثمن تاعها في الحلويات الميني اللي غادي نذكر لكم من بعد، وغادي مازال نعاود نحطهم لكم بحطات اخرين يعني اكثر من هاد الحطه اللي حطيت معكم. هنا عندي الدقيق اللي وضعت معاه 12 غرام ديال الخماره، وغادي نبدا كنخلط هنا هي بشويه بشويه البنات، كنخلطوه هي بشويه بشويه باش الدقيق يعني ما يجيناش قاصح العجينه نتاعنا، ما نفوتوش يعني في الاضافه نتاعو. وغادي نبداو كن بحال كنعركو فيها. غادي ناخد الكف نتاعي وغادي نبدا هو بحال كندلك به العجينه، يعني ايد مع ايد، وغادي نبدا ها هو كيف ما شفتو راني حاطه الايد الاخرى باش كل شيء هادشي اللي عندنا كيطلع الزيوت ديالو كنتحكمو يعني في الغريبه نتاعنا مزيان. مازال غادي نزيد ندلكها ونعاود ندلكها ونلتقيو. هنا من بعد ما دلكتها مزيان تقدروا ديروها حتى في الحكاكه اذا ما بغيتوش، البنات كتبقاو هي كتدلكوا فيها مزيان مع الكف نتاع الايد الاخرى باش كتحكموا فيها. وهنا بين 15 غرام حتى 16 غرام لازم ضروري منين نكوروها البنات، هين نجلسوا عليها واحد شويه هي واحد شويه باش ما تبقاش عندنا مقببه من الفوق. وبالنسبه للحجم هذا هو الحجم اللي يعني ممكن انكم تديروه و يجيكم يعني قياس ميني غريبه البهله. هاد الاشكال تاع الحلويات هما اللي ولاو حاليا يعني في المناسبات دارجين، كيتقدموا في زليفات نتاع الطين، كيتقدموا في طويسات مع المكسرات،
كاينه غريبه البهله، كاين فقاس، كاين حلوه التمر، كاين حليوه اللوز، كاين الكعبه، كاين بزاف الحليوات اللي غادي نشاركهم معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. بالنسبه للاثمنه فانا غادي ناخذ من عند واحد الصديقه نتاع الاثمنه، او ممكن اخواتي انكم هاد المكونات يعني المقادير باش شريتوها ضربوها في جوجونس، ضربوها في جوجونس حتى الثلاثه، لان هاد اصلا لي تريتور راه كيديروهم غاليين بزاف الثمن ديالهم. هنا غادي نخلي الطاوه ديالي لتحت، شعل عليها من الفوق. فاش طيبت الفقاس البنات خليت الفران سخون مزيان، وكنت موجده هاد الطاوه باش غادي ندخل كنشعلو من الفوق وكنخليها حتى كتشقق من الفوق، عاد كنطفي عليها وكننزلها لتحت. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، فاذا عجبكم ما تنساونيش من لايك وكذلك كومونتير، وان شاء الله نلتقي في فيديو من الفيديوهات الجايه.